الحكومة البلجيكية اليمينية تبدأ عملها اليوم بعد أن أدت القسم أمام الملك فيليب. حكومة ولدت بعد مشاورات طويلة بين الأحزاب الفلمنكية والوالونية، نتج عنها تحالف يضم 3 أحزاب فلمنكية وحزبا والونيا وحيدا هو الحزب الليبرالي، بينما استبعد الحزب الاشتراكي الوالوني في سابقة منذ أكثر من 20 عاما. منصب رئيس الحكومة أوكل إلى شارل ميشيل ذو 38 عاما من الحزب الليبرالي الوالوني الناطق بالفرنسية. الحزب القومي الفلمنكي الداعي للانفصال حصل على حقائب مهمة في الحكومة، أبرزها الداخلية والدفاع والهجرة. يأتي ذلك بعد أن قبل الحزب بتدعيم الحكم الذاتي للمنطقة الفلمنكية الناطقة بالهولندية بدلا من مطلب الاستقلال. الرجل الثاني في الحزب يان يان بون تولى وزارة الداخلية. وعلى المستوى الاقتصادي تعهدت الحكومة بتخفيض النفقات العامة في عدة قطاعات كالصحة والضمان الاجتماعي، ووعدت بزيادة عمر التقاعد، إجراءات تهدف لتخفيف ديون البلاد التي تعتبر الأكبر في الاتحاد الأوروبي.